اجتمع سعادة الدكتور شيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين والمعينين لدى مملكة البحرين. وفي بداية الاجتماع هنأ وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفراء ورؤساء البعثات بمناسبة يوم أوروبا. وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين ودول الاتحاد الأوروبي، وما تشهده من نمو وتطور على مختلف المستويات وسبل تعزيز التعاون المشترك نحو أفاق أشمل خدمة للمصالح المشتركة. كما تم التأكيد على أهمية تطوير وتعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والبرلمانية والتغير المناخي وغيرها، والعمل على زيادة التنسيق المشترك بين الجانبين بما يسهم في الارتقاء بمستوى العمل الثنائي.